السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات مركز الشيخ علي الرياني للكتاب. هذه اللقاءات الدعوية والمحاضرات المفيدة التي نلتقي بها أو نلتقي فيها بعدد من الدعاة والعاملون لدين الله عز وجل. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا بك باشمهندس محمد في طرابلس الغرب. حياكم الله وبارك فيكم يا شيخ مصطفى وجميع مشاهديكم الكرام. الله يحفظكم ويبارك فيكم. لقاءاتنا يستضيفها مركز الشيخ علي الرياني للكتاب، وهو منظمه غير ربحيه تعمل على نشر ثقافه القراءه والاطلاع وتشجيع البحث العلمي ومتاحه التدريب في مجالات متعدده، كما تهتم بتطوير المستوى الفردي وتنمية مهارات. هو الأستاذ محمد إلهام، باحث في التاريخ والحضارة، هو عضو كمال الاتحاد المتعدد صلى الله عليه وسلم، رئيس تحرير مجلة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، له مشاركات عديدة في فعاليات علمية وثقافية وتلفزيونية، وله كذلك العديد من المؤلفات، منها كتاب في أوراق التاريخ 5 مجلدات، وكتاب رحلة الخلافة العباسية 3 مجلدات، وكتاب السلطان عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية 2 مجلدات، كما له كتاب منهج الإسلام في بناء المجتمع. موضوعنا اليوم: كيف أثبت القرآن صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد نشر هذا الموضوع وهذا المضمون النووي في مقال للأستاذ محمد الهامي في مجلة أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان مشكورا ليحدثنا عن مضمون هذا العنوان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. بداية تحية لك يا شيخ مصطفى، وتحية لمركز الشيخ علي الغريان للكتاب، وتحية لأهل ليبيا الكرام وجميع المشاهدين. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن نخرج من رمضان وقد غفر الله لنا ذنوبنا وأخرجنا من جميع آثامنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في كتابه، وأن يرزقنا حسن تلاوته وحسن العمل بما فيه، وأن يرزقنا حفظه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. طبعا هذا الموضوع يعني كما يعني أشرت في مسألة أني كتبته في مقال في مجلة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المجلة مجلة شهرية تصدر في اليوم الأول من الشهر الميلادي أو الشهر الشمسي، فهي صدرت قبل قليل بالفعل. كان هذا العدد لأننا يعني سنصدره في رمضان، فجعلنا موضوعه عن القرآن الكريم باعتباره المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني أغلبكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون تابعهم أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجزته الكبرى. ومن المشهور أن كثير من الكتب التي كتبت في بيان إعجاز القرآن الكريم، في إعجازه اللغوي وإعجازه البياني، ويعني تعددت مواطن الإعجاز حتى جاء عصرنا الحديث
وكتب كثيرون في الإعجاز العلمي وكيف أن القرآن احتوى على حقائق علمية لم تكن مكتشفة إلا في عصرنا الحديث، وتحدث يعني أصحاب الفنون والتخصصات في مجالاتهم، فرأينا ممن يعملون بالقانون والتشريعات من كتبوا عن الإعجاز التشريعي. ف يعني القرآن الكريم حوى كثيرا من الإعجازات، وإعجازاته تتكشف يوما بعد يوم. فسبحان الله العلي العظيم، كان مما خطر لي وأنا أقرأ القرآن يعني أمر أنا أوقن أنني مسبوق إليه وأن كثيرين كتبوا قبلي فيه. يعني ما أحسب أن مثل هذا الذي سأقوله يعني اكتشاف من عندي أبدا. ولكني يعني حيث أنني هو خطر لي، ربما يكون قرأته قديما أو قرأته عند بعض الناس ونسيت مصادري فيه، فيعني ذكرت أنه يمكن أن نقف وقفة ومع هذا النوع من الإعجاز الذي أشعر أنه بنوع من التطوير والبحث وافق عليك. وزيادة. نعم، أشعر أن هذا الموضوع بنوع من التطوير والبحث وزيادة التتبع له قد نصل إلى ما يمكن أن نسميه الإعجاز النفسي، الإعجاز النفسي. وعلى كل حال يعني أنا لست مهتما الآن بأن أبتكر فرعا جديدا من فروع الإعجاز. يعني المعنى الذي أريد توصيله ببساطة شديدة أن القرآن الكريم احتوى على أمور لا يمكن أن تنسجم مع نفسية رجل يزعم أنه نبي وهو كاذب في دعواه. أي أن القرآن الكريم احتوى على الأدلة التي تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه عن ربه، وفي أن هذا القرآن لم يكن شيئا إنما يعني اخترعه النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه. لأنه طبعا أنا أعتبر نفسي الآن أوجه دعوة للمختصين في علم النفس يحاولوا، أو يعني هم طبعا يعني بالتأكيد درسوا مسألة خطابات الزعماء الكاريزميين وخطابات من يزعمون أنهم متصلون بالسماء، ولا بد أنه هناك من الملامح العامة التي تنتظم فيها هذه الخطابات. فأنا يعني أدعو هؤلاء المتخصصين إلى أن ينظروا في القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم يعني إلى أي حد يفارق هذه الطباع التي صدرت عن أولئك الزعماء. لأنه بداية ما الذي يدفع إنسانا لكي يزعم أنه نبي؟ يعني لو أن الإنسان لا يوحى إليه ولكنه زعم أنه يوحى إليه، يعني كذب، ادعى النبوة، ادعى أنه نبي، ادعى أنه موصول من السماء، ما الأمور التي تدفعه إلى هذا؟ فالإجابة المباشرة، الأمر الذي يدفعه إلى هذا هو حب الرئاسة، حب الزعامة، حب السيادة، وأنه يرى في نفسه تميزا هائلا عن أولئك الذين يعيش بينهم، عن سائر من حوله. فهو بالتالي يحتوي وينطوي على نفس معجبة بنفسها، يحتوي وينطوي على نفس معجبة بنفسها، وفيه من الأخلاق والطباع ما يوافق النفس المتميزة، النفس الواثقة من نفسها. يعني ما قد يتلاقى أحيانا مع ما يسمونه جنون العظمة، إن الإنسان يضع نفسه موضعا يرى نفسه أعلى من غيره. طيب، هذا الرجل الذي تحت ضغط هذه النفسية زعم النبوة، فلا بد أنه يقول كلاما، ولا بد أنه يسلك مسلكا ويتصرف تصرفات
تخبرنا إلى يعني تندفع من نفسه هذه الكلمات وهذه التصرفات التي نبصر فيها مدى ثقته بنفسه ومدى إيمانه بنفسه ومدى شعوره بهذا القدر من الإعجاب بالنفس والتعاظم. هذا شيء طبيعي، يعني لا يمكن لإنسان أن يزعم أنه نبي ولا يكون له غرض من الأغراض. فعلى كل حال، لو أننا نظرنا إلى خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، سنرى في هذين الأمرين ما يؤكد لنا ويثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذه الشخصية المتعاظمة في نفسها المليئة بحبها للرئاسة والتصدر. فمثلا يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم صدر عنه نوعان من الكلام، القرآن والسنة. فلو أننا افترضنا افتراضا جدليا الآن أن النبي زعم لنفسه النبوة ولم يكن صادقا في هذه الدعوة، فإذا محمد، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، صدر عنها نوعان من الكلام، القرآن والسنة. النوع الأول اللي هو القرآن نسبه لله وقال هذا كلام الله وليس كلامي، والنوع الثاني اللي هو السنة هذا كلام نسبه لنفسه، قال معناه وحي ولكن ألفاظه لي. طيب، الإنسان المتعاظم الذي يريد أن يعني يثبت لقومه أنه خير منهم وأفضل منهم وأنه يملك ما لا يملكون، هذه النفسية إذا تصورنا أنه يمكن، يعني يمكن لشخص واحد أن يصدر عنه أسلوبان مختلفان، طبعا مسألة أن أسلوب القرآن وأسلوب السنة مختلف هذا لا شك فيه، يعني أدنى إنسان لديه معرفة باللغة العربية يعرف أن القرآن أسلوب وأن السنة أسلوب، هذا مختلف عن هذا والفارق بينهما واضح جدا. بل حتى من أراد أن يحفظ القرآن والسنة سيجد أن حفظ القرآن أيسر بكثير من حفظ السنة، مصداقا لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالآن لو أننا عدنا إلى افتراضنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم لنفسه النبوة وأنه لم يتلقى الوحي وإن القرآن والسنة كلاهما كلام صادر عنه هو، الطبيعي لو أن إنسانا يريد أن يرأس قومه طالما هو قادر على أن يصدر أسلوبين مختلفين وأن يجعل أحدهما في غاية الفصاحة والبلاغة ويجعل الآخر في، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أفصح كلام البشر، لكن سنجد أن النبي تحدى المشركين بالقرآن ولم يتحداهم بالسنة، يعني قال وإن كنتم في ريب من البعث، وقال تبارك فأتوا بسورة من مثله وفأتوا بعشر سور من مثله قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن سنجد أنه في كلام معين تحدى النبي صلى الله عليه وسلم قومه به، تحدهم أن يأتوا بشيء منه لا بمثله ولا بعشر سور منه ولا بسورة منه، بينما كلامه هو الذي ينسبه إلى نفسه هو لم يتحداهم به ولم يعجزهم أن يأتوا بمثله، ولو جاءوا بمثله ما كان ليستغرب لأنه لم يتحداهم به أصلا. إذن فالنفس التي تتوق لدعوى النبوة لكي ترأس قومها وتسود قومها تسود قومها وتتزعم قومها، لو أنه بالفعل يملك أن يقول هذا الأسلوب البليغ الذي يتحدى أحدا أن يجابهه فيه لكان جعل كل كلامه قرآنا وتحداهم به، يعني طالما هو قادر على أن ينطق بالكلام الفصيح الأفصح الأبلغ المعجز عند التحدي، فلماذا جعل كلاما من القرآن وكلاما من السنة، تحداهم بكلام القرآن ولم يتحداهم بالسنة؟ كان يستطيع أن يجعل كل كلامه قرآنا ويزعم أن كل هذا الكلام موحى به وأن يتحداهم به، لكن مجرد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن وبين السنة
هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطنع هذا الكلام من عند نفسه. يعني الطبيعي أن الإنسان حين يشعر بالتميز يحاول أن يقرب المسافة بينه وبين الإله، كما يعني في كسرى وقيصر وملوك الهند والصين، الملوك القدماء، هؤلاء جميعهم زعموا لأنفسهم اتصالا بالسماء واتصالا بالإله، وأنه من نسل الإله، أو أنه ابن الإله، أو أنه سليل الشمس، أو أنه النبيل ذو الدم الأزرق. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أنه يعني ينطوي على هذه النزعة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم لو أنه ينطوي على هذه النزعة، ما كان جعل الكلام الأفصح الأبلغ لله، وجعل الكلام الأقل في الفصاحة لنفسه، وتحداهم بكلام الله ولم يتحداهم بكلام نفسه، كان جعل كل كلامه هو الكلام الأفصح الأبلغ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرب نفسه من مرتبة الإله كما يفعل الجميع، وإنما حد الحد الواضح الفاصل بين مرتبة الألوهية ومرتبة العبودية. طيب، الأمر الثاني، ذكرنا أنه حفظ القرآن أسهل من حفظ السنة. أي إنسان جرب حفظ القرآن وجرب حفظ السنة يعرف أنه حفظ القرآن أسهل بكثير جدا من حفظ السنة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعاظم ويمتلئ ويعني لم يكن صادقا في دعواه للنبوة، لكان جعل كلامه من السنة، جعله كله قرآنا ويسر على الناس حفظه، هذا شيء طبيعي. ومع ذلك نرى أن القرآن الكريم امتلأ بالخطاب الذي يثبت أنه من عند الله وأن محمدا بشر. يعني هذا التأكيد المتكرر من القرآن الكريم الذي يثبت به مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأن هذا القرآن صادر من عند الله، هذا الخطاب خطاب لا يصدر عن رجل أراد أن يتزعم ويسود قومه، وأن ولأجل ذلك ادعى النبوة، يريد بذلك أن يقترب من منزلة الإله أو أن يرتفع عن مرتبة البشر. ولذلك تجد القرآن الكريم يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. هذه آية فصلت، وفي آية الكهف: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القصد هنا إنه القرآن يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ويؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي وأنه لا يصنعه، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذه الآية في سورة الأنعام. فهذا خطاب لا يمكن أن يصدر عن نفس تزعم لنفسها التفوق يعني الارتفاع عن مرتبة البشر. والقرآن يؤكد أن محمداً لا يملك أن يغير شيئاً من هذا الوحي الذي أرسل إليه أو أنزل عليه. يعني في سورة يونس قول الله تبارك وتعالى: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نبي لا يملك أن يغير، يعني هو بشر يتلقى الوحي لا يصنعه، لا يملك أن يغير فيه شيئا، وهو مثله مثل بقية الأنبياء والمرسلين السابقين. الإنسان المتعاظم في نفسه كثيرا ما يصدر عنه وكثيرا ما يند عنه مسألة أنه يرى نفسه ليس له نظير، لكن خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت به أن النبي ليس شيئا جديدا. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل. بقية الآية تشير إلى أن النبي لا يعلم الغيب، النبي يقر على نفسه أنه لا يعلم الغيب. قل ما كنت بدعا من الرسل
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفي آية أخرى: إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إنما الغيب لله، بل يثبت القرآن الكريم، يعني انظر إلى هذا الخطاب الذي لا يمكن أن يكون صادرا عن محمد صلى الله عليه وسلم، يثبت القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن مسألة الوحي طوال عمره، وذلك في قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني النبي يستشهد على صدقه بأنه ظل 40 سنة في الناس، لا يعني لم يعرف بأنه تزعم شيئا أو أنه أراد أن يقود شيئا أو أنه زعم أنه يتصل بالسماء أو يتصل بالأقدمين أو يعلم الغيب. فهذا القرآن هو شيء جديد عليه، جاءه بعد 40. وعلى حد علمي لا يوجد زعيم ظهر فجأة وبزغ فجأة بعد 40. عادة ما يكون الزعماء تبرز زعامتهم منذ صباهم وطفولتهم أحيانا وفتوتهم، فتجد أنه في عمر الشباب، في عمر الجامعة، في عمر يعني الفتوة الأولى، تشعر أنه قائد لأقرانه وقائد في مكانه ومنطقته وحيه وقريته وبلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبر القرآن الكريم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غفلة عن هذا طول عمره. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. والقرآن الكريم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إعطاء ثواب ولا يملك إنزال عقاب. هذا أيضا يتناقض كما قلنا مع نفسية من يزعم أنه نبي يريد بذلك أن يسود قومه. فقال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله، شوف، أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وفي قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا عنده ثواب يعطيه ولا عنده عقاب ينزله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هو إجراء المعجزات التي تقع على يديه. يعني انظر، النبي أيده الله بمعجزات. افترض الآن أن النبي لم يكن صادقا وأن هذه المعجزات التي جرت على يديه هي نوع من السحر أو نوع من يعني القدرة الفائقة أو نوع من القدرة على التلاعب أو البهلوانيات، أيا ما كان. هذا الإنسان الذي يمتلك هذه القدرات والتي يستطيع بها أن يعجز معاصريه، كيف يخاطب نفسه بقوله هذا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وفي قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. والقرآن مليء بكلمة إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، إن عليك إلا البلاغ، وهكذا. بل يذكر القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب، هل هذا كلام رجل يزعم لنفسه النبوة؟
يعني هل هناك رجل يزعم لنفسه النبوة، يرى في نفسه التفوق على معاصريه، يرى أنه مستحق لأن يسودهم ويقودهم ويتزعمهم؟ هل هناك رجل يسجل على نفسه مثل هذا الكلام الذي يحط منزلته؟ طبعا هو ما يحط منزلته، لكن أنا أتكلم الآن من وجهة نظر نفسية. هل يمكن أن يخاطب، أن يعني يؤلف رجل كلاما يحط به من منزلته، وهو أصلا ألفه بدافع أنه يقود ويسود ويتزعم؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن الكريم هو نفسه مخاطب بهذا الوحي. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، في آية البقرة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. شوف، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني النبي مخاطب بهذا الوحي. وفي قوله تعالى في سورة الرعد: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فهذا الخطاب، خطاب الله تبارك وتعالى للنبي، أو هذا الكلام الموجود في القرآن، لا يمكن أن يصدر عن رجل زعم لنفسه النبوة، وأنه يعني زعم لنفسه النبوة زعما كاذبا. طيب، سنجد في القرآن الكريم أيضا من أنواع أنا يعني سائر ما سبق، هذا سائر ما سبق هو خطاب القرآن الكريم الذي يثبت به مرتبة النبي محمد في أنه بشر وأنه عبد. يعني أريد أن أقول إن النفسية التي تزعم التفوق على غيرها منتفية بآيات كثيرة في القرآن الكريم، فهو يثبت أنه بشر وأنه يتلقى الوحي وأنه لا يؤلفه وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك إجراء المعجزات على يديه ولا يملك عذابا ينزله ولا ثوابا يعطيه، وأنه مخاطب بهذا الوحي. يعني إذن آيات كثيرة ثبتت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا وأنه كغيره من الرسل السابقين. طيب، الآن لدينا خطابات أخرى في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأملنا فيها نجد أنه لا يمكن أن تصدر عن رجل زعم لنفسه النبوة. أشهر ذلك هو عتاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هل كان النبي لو أنه يأتي بالقرآن من عنده، هل كان النبي محتاجا أن يسجل على نفسه هذا وأن يثبته في الكلام الأفصح الأبلغ الذي يأمر أتباعه بترتيله وترديده والمداومة عليه؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ هل من رجل زعيم في نفسه يريد أن يسود قومه فزعم لنفسه النبوة يسجل على نفسه مثل هذه العبارة: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ أمر غير ممكن. وجاء في القرآن الكريم، يعني إذا جاء في القرآن الكريم عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن الكريم تخطئة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة الأسرى المشهورة في غزوة بدر، لما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر بقبول الفداء، فقال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. انظر، يعني هل يمكن لرجل زعيم في نفسه أن يثبت على نفسه هذه الكلمة: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟
طيب في قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، القصة المشهورة، قصة الدرع المسروقة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ انظر إلى يعني، هل رجل يزعم لنفسه النبوة يريد أن يرأس بذلك قومه يثبت على نفسه خطابا كهذا؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. طيب، هل من رجل يريد أن يسود قومه يسجل على نفسه خطابا يذكره بلحظات ضعفه، كما في قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ يعني البشر يعني الإنسان حين يصير غنيا يكره من يذكره بأيام فقره، وحين يصير عزيزا يكره من يذكره بأيام يعني ضعف حاله أو ذله أو مسكنته. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في القرآن كلام يذكره بحاله، فألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. وفي قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه أوصاف جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الكريم. ما يمكن لنفس متعاظمة معجبة بنفسها تسجلها على نفسها. وجاء في القرآن الكريم نسخ أمور وإزالة أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسألة التبني، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا زيدا له، زيد بن حارثة، وقال: اشهد أنه زيد بن محمد. فنزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وفي مسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وإنه كان الأخوان من المسلمين يتوارثان، فنزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. جاء في القرآن الكريم كشف أمور استحيا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دقيقة عجيبة قوية جدا. يعني رجل يستحي أن ينكشف عنه شيء، فإذا به يسجله في الكلام المتعبد بتلاوته، كما في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حتى أن السيدة عائشة تقول عن هذه الآية: لو كان النبي يعني كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وكما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ويعني الآية، وفيها قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فهذا أيضا خطاب لا يمكن أن ينسبه رجل يزعم لنفسه النبوة يريد أن يترأس قومه وهو فيكشف عما في داخلة نفسه. جاء في القرآن الكريم الأمر الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهي الآية التي قال النبي فيها: شيبتني هود وأخواتها. الأمر شديد، فاستقم كما أمرت. وفي قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وفي قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وفي قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.
إذا يعني استعراض القرآن الكريم سنجد عددا من الأوامر الشديدة وعددا من النواهي الشديدة التي توجهت للنبي صلى الله عليه وسلم. لو تأملنا لقطعنا أن هذا الكلام لا يمكن أن يؤلفه النبي لنفسه وهو غير محتاج إلى ذلك. وجاء في القرآن الكريم مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات التي يحتاج فيها الإنسان للدعم والمعونة والإسناد. يعني في غزوة أحد لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه وجحشت ركبتاه وسال منه الدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولما رأى جثة عمه الحبيب حمزة مقتولا في أحد وممثل بها، الجثة ممثل بها، فأقسم أن يثأر أو يقتص منه ب70، نزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. القصد هنا إنه هذه مواقف كان النبي أشد الناس حاجة في ذلك الوقت إلى أن يؤيده الخطاب القرآني، لكن الخطاب القرآني نزل بخلاف ما هو موقف النبي وما يرغب فيه النبي وما يهواه النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في القرآن الكريم الوعيد الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ذروة في الكلام في هذا الباب. يعني لو أن القرآن ألفه محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه ما كان ليتوعد نفسه، فالله تبارك وتعالى يمن على النبي أن ثبته كما في آيات الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا كلام أيضا ما هو من الممكن أن ينسبه النبي أو يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. وكما في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، سورة الحاقة: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا أيضا من الوعيد الذي جاء في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. وربما يكون أبلغ مما فات أن ينقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات حاجة إليه، كما يعني في القصة، وإن كان بعض أهل الحديث يعني لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله المشركون عن شيء، طبعا أنا أقول هذه القصة ضعيفة على إسناد المحدثين، لما سأله المشركون عن أمور فقال: أجيبكم عنها غدا، فانقطع عنه الوحي. فظل كذلك حتى قال المشركون: إن رب محمد قد قلاه، وظل الوحي منقطعا حتى نزل قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. فلو أن القرآن مؤلف من عند محمد لكان قد أسعف نفسه في اللحظة التي يحتاج فيها إليه. وأصح من ذلك وأثبت ما كان في قصة الإفك، حادثة الإفك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجه يشيع اتهامها بفاحشة وينقطع الوحي شهرا. يعني لو أن النبي يؤلف القرآن الكريم لكان هذا أشد موقف يحتاج فيه إلى أن يؤلف آية تبرئ زوجته، ولكن الوحي انقطع شهرا وبقي النبي لا ينطق في المسألة حتى نزلت براءة عائشة رضي الله عنها. هذا من الأدلة التي لا تقبل الشك على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك هناك من الأمور، يعني خطاب نحن لو استدعينا في أذهاننا البيئة العربية وغيرة العرب على نسائهم ويعني حمية العرب لنسائهم ووضع النساء، ستجد أنه يستحيل على الزعيم العربي المقدم في قومه أن
يؤلف كلاما يأمر أتباعه بتلاوته، ويتعرض هذا الكلام لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لزوجاته. يعني الإنسان حين يكون زعيما كيف يؤلف كلاما يتناول زوجاته هو في بيئة شديدة الغيرة؟ يعني آية كقول الله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذا كلام في البيئة العربية، كيف يؤلفه رجل عن زوجاته ويأمر أتباعه بتلاوته؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا كلام لو استدعيت نفسية الزعيم العربي ما يمكن أن يتلو، يعني يقول إنه كلام، لا يمكن أن يؤلف هذا الكلام ويقول إنه كلام أوحي به إليه، وهو لا يحتاج لذلك أصلا. وكقول الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهكذا القصد هنا، إنه ما كان النبي مضطرا لو أنه يؤلف القرآن وحاشاه أن يذكر مثل هذه الأمور التي تجعل أمر زوجاته مبذولا مبثوثا منتشرا في البيئة العربية بكلام يأمر أتباعه أن يديموا تلاوته وترتيله. يعني كل هذه الأمور إذا قسناها على المقياس النفسي سنجد أنها لا يمكن أن تصدر عن رجل يزعم لنفسه النبوة. طيب، كذلك يأتي في القرآن الكريم خطاب كقول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طيب، هل من نبي يزعم لنفسه النبوة يضع نفسه تحت عنوان الشك؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني لا يمكن أن يوجد كاذب يزعم لنفسه النبوة هو يثير على نفسه هذه الشبهة أنه في شك، أو أنه يمكن أن يكون في شك. ومنها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا يضر ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. طيب، هل من كاذب يزعم لنفسه النبوة يوجه لنفسه هذا الكلام: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هل هناك كاذب يزعم لنفسه آية كهذه أن الله يحميه من الناس فيصرف حراسته عنه؟ قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هل من كاذب يزعم لنفسه النبوة يثير أو يكشف عن نفسه مرحلة الوصول إلى حافة اليأس: استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا؟ يعني الخطاب القرآني لا تكاد تمضي صفحة من صفحات المصحف إلا وفيها خطاب المتأمل فيه يقطع بأن هذا ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله. وطبعا أنا الآن أتوقف فقط عند المسألة النفسية فقط، وإلا فما في القرآن من خبر الأولين، وما فيه من خبر الغيب وخبر المستقبل، وما فيه، يعني أنا يعني أتوقف فقط عند المسألة النفسية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كان كاذبا وحاشاه، هل يمكن أن يتحدى الأقوام المخالفين له في صميم
تخصصهم وتميزهم، يعني يتحدى العرب في الفصاحة ويتحدى بني إسرائيل في علمهم الذي ورثوه من أنبيائهم، فيذكر لهم العقوبات التي في كتابهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، ويذكر لهم القصص التي يخبئونها كحادثة الذين كانوا على ساحل البحر والذين مسخهم الله قردة وخنازير. ويعني التحدي، نفسية أن يتحدى رجل قوما فيما هم أهله، يتحدى العرب في الفصاحة ويتحدى بني إسرائيل في العلم الذي يكتمونه ويخبئونه ويتوارثونه. طيب، حتى من الجهة النفسية، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بحقوق المرأة ويهتم بحقوق العبيد، بل يهتم بحقوق الحيوانات والنباتات في مجتمع لا يلقي لهؤلاء بالا؟ يعني لو كان النبي غرضه، يعني لو لم يكن نبيا وإنما ادعى النبوة ليسود قومه، لماذا يثير على نفسه هذه المشكلات؟ لماذا يخوض يعني مشاكل أخلاقية، يمنع الناس من الخمر ويمنع الناس من الزنا ويضيق عليهم في الزواج ويعطي للنساء حقوقا ويجعلهم يعني لهم في المواريث ويجعل الزواج برضاهم يعني يحفز على تحرير العبيد، ويقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له عبد فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي أو يعني أخي. يعني المسألة هنا من وجهة النظر النفسية، لماذا يتكلف أن يخوض محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعارك مع مجتمعه، إن كان يمكنه أن يسود مجتمعه بغير أن يخوض هذه المعارك؟ فعلى كل حال، يعني أرجع إلى أول الكلام في أن خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن دليل لا يقبل الشك على أن القرآن ليس من عند محمد، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وأن النبي لا يملك أن يغير فيه شيئا، بل لا يملك حتى أن يستدعيه لينزل، فقد احتاج إليه في مواقف ولم يجده. وأكرر الدعوة التي يعني أتمنى إنه من درسوا طبائع الزعماء وطبائع المدعين وخطابات يعني الأبطال والزعماء، هل وجد في خطاب أحد من الزعماء خطاب كخطاب القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما لا أظنه أبدا، وإن كان هذا أمر يثبته أهل هذا الفن. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا اللقاء تفصيل في مجلة صلى الله عليه وسلم، ولعل من الاستدلال يرجع إلى أخي ومعاصرين سمع عامري السقار او غيرهم، فيها ابواب خاصه عن دلاله القران على نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي استاذ محمد، بما انك رجل باحث في التاريخ والحضاره، هناك مدعون للنبوه على مدار التاريخ، وهؤلاء جاءوا بكلام زعموا انه جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كما أثبت الكلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقه، كيف أثبت الكلام الذي جاء به أمثال سيدنا الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، كيف يثبتون كذبهم بما يحملوه الرسالة أو الوحي؟ والله يا شيخ مصطفى، أنا الصوت يصلني بصعوبة جدا، فتقريبا ما سمعت يعني شيئا، فأرجو لو هناك أسئلة أن يعفيني الإخوة، فعلا والله لم أسمع السؤال.
مش عارف صوتي واضح؟ صوتي واصلك؟ نعم يصلوني بشكل ضعيف، لكن حين سألت السؤال وطال الوقت نعم. فكثير من الـ يعني من السؤال لم أسمعه. طيب شيخ عبد الله، إذا أنت سمعت سؤالي ممكن. لا هو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة أهلا الله، بشيخ. أهلا بالشيخ، حياكم أهلا الله. وسهلا، الله يسلمك يا شيخ. أي نعم، صوت الشيخ عبد الله واضح جدا. المشكلة الشيخ مصطفى يبدو أن التعامل ضعيف مع التقنية. يا بارك الله فيك يا شيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة. الحقيقة أن ذكرت جانب واحد من الاستدلال، وهو الجانب النفسي على صدق النبوة، وهو ومع كثرة هذه الأدلة في هذا الجانب، ربما هناك أيضا إضافة قضية النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، صرف من كان يحرسه. هذا أيضا ربما جانب لا يمكن أن يستقيم مع ادعاء النبوة. وقضية أيضا الكاتب، هل يمكن نفسيا أن يكون له أسلوبان متغيران تماما في الخصائص وفي السمات وفي مثل هذه المفارقة الكبيرة بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث؟ هل يمكن للكاتب من الناحية النفسية البشرية أن يكون له مثل هذه الازدواجية في الكتابة؟ والله أنا أظن أن هذا مستحيل، يعني يمكن أن يكون للكاتب أسلوبان متقاربان، يعني أن يكتب مقالا وأن يكتب رواية، ويعني أن يكتب أساليب مختلفة، لكن أن يكون الأسلوب مفارقا للأسلوب على النحو الذي بين القرآن والحديث، هذا المستحيل فعلا. وأنا قرأت قديما كتاب جميل جدا للدكتور إبراهيم عوض، وهو أستاذ أدب في عين شمس، اسمه القرآن والحديث مقارنة أسلوبية. هذا كتاب من أجمل ما قرأته في هذا الباب، إنه حتى على مستوى الألفاظ، على مستوى التركيب، على مستوى طول الجملة، على مستوى يعني شكل المعالجة، يعني لا أدري كيف يمكن أن يبين هذا، الأمرين مختلفين تماما، بما يقطع أنه لا يمكن، بل حتى يعني أريد أن أقول مسألة أنك تعيد القصة الواحدة أكثر من 10 مرات، يعني قصة سيدنا موسى أكثر من 60 مرة ذكرت، فكرة أن تعيد القصة الواحدة بأكثر من أسلوب، هذا في حكم المستحيل. ولذلك القرآن معجز، معجز فعلا، يعني لا يملك أحد أن يضاهيه. يعني أنا لو قيل لي، باعتباري محسوب على طائفة الكتاب، يعني على قدري، لو قيل لي إنه المعنى الواحد كرره 30 مرة في 30 مقال، أنا أتصور إنه بعد 3-4 محاولات خلاص أفلست، ولا أظن أن كاتبا يستطيع أن يفعل هذا، أن يحكي القصة الواحدة بأكثر من أسلوب أبدا. فهذا من الإعجاز. نعم. وربما سيد قطب في ظلال القرآن يشير لمثل هذا المعنى في الكتابة، الأسلوب، أن قدرة البشر على الكتابة في تضمين المعاني محدودة، وبالتالي لا يستطيع الكاتب أن يضمن معاني كثيرة في كلمات قليلة تظل دستورا مدى الحياة، يعني مثل هذه الفترة الطويلة. صحيح. هو يعني هذا الأمر، أنا أتذكر كلمة سيد قطب عند حديثه في سورة الرعد، يقول إن هذه السورة مثل سورة الأنعام، يعني من السور التي أتحاشى أن أمسها بأسلوبي. بحس إن أسلوبي يعني يشوه المعنى وينزله. الإنسان حين يتأمل في المصحف، نعم، يعرف إن هذه الكلمة يعني إذا حاول أن يشرحها كأنه يلوث المعنى، فما يستطيع أن يكتب فيه. لكن يزيد على ذلك أيضا إخواننا العارفون بالقراءات، حين تأتي القراءة فتضيف معنى زائد، فهذا المعنى يعني كأنك كثفت المعاني الكثيرة في لفظ واحد، يعني كما في قوله تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد،
هذه لها أربع قراءات: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد. فهذه القراءات الأربعة حين تستوعب المعاني الأربعة تضعك في الموقف، حقيقة الموقف الذي كان فيه فرعون، إن دعوة موسى بالنسبة له ليست مجرد خطر في نفسها، ولكنها قد تثير أخطارا أخرى، أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني حتى لو لم يظهر موسى يظهر آخرون من المعترضين، ما هو دلوقتي مستبد فماسك الإيه؟ ماسك البلد بيد من حديد، فأي انفلات في حتة قد تؤدي إلى. فأقول إنه مسألة اكتناز المعاني في الألفاظ مسألة يعني يدركها من يتأمل القرآن، ويدركها أكثر من يتأمل القراءات أيضا. فسبحان الله، هذا من بديع قول الله من تعالى، من يمارس الكتابة يستشعرها أكثر من غيره. نعم نعم، صحيح صحيح. نعم، طيب نعطي الفرصة، نعود إلى شيخنا شيخ مصطفى حتى لا يزعل علينا. أنا سمعك بشكل ضعيف، مش عارف الشيخ عبد الله سمعك إزاي. عشان في اسطنبول مصطفى أخذ منك المايك مرة أخرى. طيب لعل الشيخ مصطفى في سؤاله الماضي أشار إلى مدعي النبوة في طيلة فترة التاريخ، ومدعي النبوة ربما على مدار التاريخ لم يعني يرقى أحد منهم إلى مستوى أن يأتي مثلا بشيء بالفعل أنه هو يكون له تعدد أدلة الصدق، يعني بل حتى لا يوجد دليل على الصدق، أنه هو مجرد ادعاء فارغ من أي معنى، وفقط بل أدلة أنه كاذب وأنه يريد الزعامة هي الظاهرة والواضحة. نعم صحيح. وبل من العجيب في هذا، طبعا بعض الكلام الذي نسب إلى مسيلمة الكذاب في محاولات معارضته للقرآن، هذا الكلام الذي نسب إلى مسيلمة رده بعض علماء الإسلام، قالوا هذا كلام ركيك لا يصدر من رجل عربي، يعني لم يصدقوا إنه هذا الكلام يمكن أن ينطق به عربي أصلا، مما يدل على منتهى انحطاطه وركاكته، يعني هم برأوا العربي أن يصدر عنه مثل هذا. ثم إن يعني حتى يعني من ذكروا مثلا مثل القديانية والأحمدية وهؤلاء، ومن زعموا نفسهم نبوة، لم يخلد لهم كتاب، يعني كتبهم التي كتبوها هذه أشهر منها روايات لشكسبير وجورج برنارد شو وغيره، يعني هذا كتاب لا يذكر في عداد الأدبيات الخالدة، يعني تجد مثلا الإلياذة وملحمة هوميروس الشعرية، لكن لا تجد في لغات الناس لغة من زعم لنفسه النبوة، يعني لا يوجد حتى باعتباره أدبا خالدا. فأرى سبحان الله نزه الله كتابه عن هذا يعني عن هذا الكلام، ولم يزعم أحد لنفسه أنه نبي إلا ونسي كلامه أو انحط كلامه أو بقي كلامه لا يشار إليه حتى بمستوى التميز في لغته هو التي ألفه فيها، يعني أبلغ منه شعر قاله شاعر لم يزعم لنفسه النبوة، وأبلغ منه رواية كتبها روائي لم يزعم لنفسه النبوة، ولم يبقى شيء من هذا. وكما ذكرت شيخ مصطفى شيخ محمد، أنت الآن أو في سياق المحاضرة كلها التركيز فقط على العوامل، ربما العامل النفسي وكيف يمكن نفسية البشر أن تعدد من هذه مثل هذه الأدلة، لكن هذا طب الآن في إطار الإسلام وقبول المسلمين لمثل هذا الخطاب ومثل هذه الأدلة، لكن هل يمكن إقناع غير المسلم
بمثل هذه الأدلة، يعني مع كثرة هذه الأدلة، والآن ربما في غالبها هي من وجهة نظر نفسية مقبولة في عند العقلاء. فالسؤال، هل يوجد من المستشرقين من أيد مثل هذه الأدلة، من استنبط أو درس هذه الأدلة؟ نعم، كثيرون تكلموا في هذا الباب، من أسلم منهم ومن لم يسلم، لكن كثيرون تكلموا في مسألة أنه الاختلاف بين كلام الله، بين القرآن وبين كلام النبي، اختلاف واضح. ومن تكلموا في أنه هذا الخطاب الذي جاء في القرآن الكريم يعني يتعذر أن يكون محمد أو أوحى به إلى نفسه. بل أنا يعني أحياناً، سبحان الله يا شيخ عبد الله، يعني كما في الكلمة المنسوبة إلى عمر وهي لا تصح عنه، حين قالوا، حين سئل كيف كنتم تئيدون البنات، قال كانت لنا عقول ولم تكن لنا هداية. أنا أحياناً أرى بعض هذا المشهد مع المستشرقين، تجد المستشرق يرد على المستشرقين الآخرين في مسألة إن محمد كذاب، ويرد عليه ويرد عليه، تشعر أنه سيسلم في السطر التالي. يأتي السطر التالي يأتي لك بشبهة في غاية التهافت، أكثر تفاهة من التي رد عليها هو. فمثلا من يعني الأمور التي حيرتني، إنه شو هذه شبهة منتشرة عند يعني أكثر من واحد فيهم، إنه محمد كان مؤمنا أنه صادق. يعني هو عايز يقول إنه إيه، دخل في حالة نفسية قاهرة عليه فظن أن الله يوحي إليه، لكن ده ما كانش صحيح، فهو صادق فعلا، ما نقدرش نقول انه كذاب، لان كل الناس اللي عارفينه ما قالوش انه كذاب. لكن طبعا هو ما كانش يوحى اليه، طبعا دي باثر الماديه التي تسيطر على العقل الغربي، فجعلها حاله من حالات غياب الوعي، حاله من حالات الوسواس القهري، حاله من حالات الصرع او المرض. حتى مساله الصرع، يعني مثلا أتذكر مونتجومري وات كان يقول، يعني من أو توماس كارلايل كان يقول، يعني هذا الذي يقول إنه هذه نوبات صرع، أي مصروع في الدنيا يأتي بمثل هذا الكلام البديع؟ يعني مين في الدنيا بعد ما يأخذ نوبة الصرع يطلع يقول هذا الكلام بهذه يعني بهذه القوة وهذه العظم؟ فيعني قصدي أقول مسألة اختلاف لهجة، اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب السنة، وتخصص بعض المستشرقين في دراسته، هذا يعني كثير فيهم، لأنها قضية مركزية في دراسة الإسلام. ومنهم من وفق، ومنهم من يعني يطمس على قلبه ويعني حيل بينه وبين الهداية لا تدري، ومنهم من ابتكر الأكاذيب. وإلا مثلا فيعني رجل مستشرق ألماني مثل نولدكا كتب كتاب ضخم في تاريخ القرآن، وجاء في آخر حياته وقال يعني إنه هذا الكتاب كان من فورات الشباب، هو كتاب يحاول أن يعني يجد فيه مسلكا ماديا لتفسير القرآن وتطوره، يعني كيف أنه لم يوحى إلى النبي. ومستشرق فرنسي آخر مثل بلاشير، هذا رجل تخصص في اللغة العربية والأدب العربي، فيعني كتب أيضا في مسألة أسلوب القرآن. يعني أتصور أنه جل المستشرقين كتبوا في مسألة القرآن هذه، ومنهم من اهتدى، ومنهم من أسلم، ومنهم من طمس عليه، ومنهم من يعني كانت له هذه الحيل الغريبة التي يحاول أن يوفق بها بين أن يكون القرآن ليس وحيا، وبين أن يكون محمد يرى نفسه صادقا. نعم، في كتاب كيف سحر القرآن العالم، من أظن هو محسوب على في سياق الاستشراق الألماني. لا أعرفه هذا الكتاب. نعم. ولكن يعني يبدو عنوانه مشوقا، يعني لا نعم. أعرفه، يعني أبحث عنه إن شاء الله. لعل هو من المطبوعات الجديدة في السنوات الأخيرة، لكن كان له أيضا يستعرض مثل هذا تأثير القرآن على العالم، وهو أيضا مستشرق ألماني. طيب شيخ مصطفى، حتى لا يزعل علينا، لعل نترك لك الختام شيخ مصطفى، بارك الله فيك. أنا مش
مصطفى لو تلغي سماعة الرأس وتستمع من تجعلها من الجهاز نفسه. يعني أنت يا شيخ عبد الله أيضا لا تسمعه، أليس كذلك؟ أسمع. لا 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 أسمع. طيب يعني مشكلة عنده الحمد لله. أي نعم. تفضل يا شيخ مصطفى. والله يبدو ما لها حل يا شيخ مصطفى. خلاص يختم الشيخ عبد الله خلاص. لا يمكن أن تختم وتدعو لنا يا شيخ مصطفى. صوتك مقطع، لا يبدو حتى أن النت ضعيف أو شيء من هذا، يعني في مشكلة يعني. الناس يسمعوك، أنا لا يسمعوني. نعم، على جزاكم الله خيرا الشيخ مصطفى البدري وأيضا الشيخ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، سعدنا بهذا اللقاء واستفدنا منه كثيرا وحرك في قلوبنا الإيمان في هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر وأن يجعل هذا الشهر خير وبركة عليكم وعلى جميع المسلمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.